أخبار اليوم. في إطار احتفالية النهاردة بفعاليات يوم تحدي الإعاقة في جامعة عين شمس، كان اللقاء النهاردة مع إحدى الحالات. بنرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. أنا كنت عايزة أعرف اسمها إيه وسنها قد إيه؟ ريتاج جمال محمود، عندها 6 سنين. طب وإيه نوع الإعاقة بتاعتها؟ عندها ما بتكبرش، عندها نمو واقف. وهي بتتكلم و لا يا سلام، ما كانتش بتتكلم، بس هنا الحمد لله علموها بصراحه. كانت تيجي تقول كلمه لوحدها، دلوقتي بقت تقول 4 كلمات 5 كلمات جمله على بعض. بصراحه يعني مش بشكر عشان النهارده حفله والله. تقدري تقولي لي يوم في حياتها من اوله لاخره بيبقى بالنسبه لك عامل ازاي؟ اه طبعا، لان كل حاجه احنا اللي بنعملها، مش معتمده على نفسها كامل. يعني تعمل حاجات وحاجات، لا احنا اللي بنعملها كل حاجه. بالنسبه للاكل برضو احنا بناكلها، بتمسك المعلقه كل حاجه، بس مش قوي برضو زي اي طفل. يعني ممكن تقول تتكلم تقول اي كلمه من الكلام اللي هي حافظاه. بتاج بس قولي بقى، انت اسمك ايه؟ فوق. علي صوتك. فوق. بتاج ايه؟ يلا قولي حبيبتي. الميس بتاعتك اسمها ايه؟ ميس ايه؟ ميس ايه؟ قولي ما تتكسفيش. ميس ايه؟ اه ميس ايه؟ نهله. وميس ايه تاني؟ شيماء. شيماء. وميس مها؟ لما تكبري هتبقى ايه؟ تكبري تبقى ايه؟ عروسه حلوه كده وجميله؟ لا هي بتقول انا دكتوره ريتاج. دكتوره. دكتوره. قولي تطلعي ايه؟ هتبقى ايه؟ تكشفي على ماما؟ قولي يا روج. يلا دكتوره؟ مبسوطه هنا؟ اه. علمت حاجات وتلعبي مع اصحابك؟ اه تلعب مع الميس صح؟ ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. يلا بصوا لماما بقى، هتجيبوا اسم ماما. ربنا يخليك. يلا اعملي بقى علامة النصر. يلا علامة النصر.